إذا ما أرادوا حسمه سيحسم، ليست الأمر صعبا، الأمر بسيط جدا، وكان بالإمكان أن يحسم وحسم في الجلسة التي كانت المنافسة بين السيد العساوي والسيد المشهداني، وكان بمجرد الذهاب إلى الجولة الثانية سيفوز العساوي بالجولة الثانية، لكن السيد المندلاوي عطل هذا المشهد وأنهى جلسة مجلس النواب وعدم الذهاب للجولة الثانية. هذا الموضوع واضح. التوافق السياسي إذا حصل هذه المرة حقيقة، يعني أتمنى أن لا يحصل التوافق السياسي على أساس المنافع الحزبية والشخصية أبدا، كما تفضل الضيف اللي سبقني بالحديث، يعني تعطوه هذه الوزارة ونعطيكم منصب رئيس مجلس النواب. هذا أمر حقيقة يعني معيب جدا، معيب جدا أن يعني نساوم على رئاسة مجلس النواب يعني للمصالح الشخصية والحزبية.